أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنعمتي البصر والبصيرة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. والبصر من الحواس الخمس التي يتمتع بها الإنسان، ويتمثل في حاسة الرؤية بالعين المجردة لمشاهدة الأشياء من حوله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أما البصيرة وجمعها بصائر فهي قوة الإدراك والفطنة وفهم الأشياء على حقيقتها ومعرفة النتائج الناجمة عنها، فهي الحجة والعلم واليقين، بها يتميز الإنسان عن بقية المخلوقات. وعرفها الشيخ ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين بقوله: فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب، يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل، كأنه يشاهده رأي العين. ولا يحقق الإنسان إنسانيته ووجوده دون البصيرة، فهي التي تمكنه من التمييز بين الصواب والخطأ، وبين الحق والباطل، وبين الرشاد والغي. فلا عذر له إن لم يتبع سبيل الهدى والحق، لقوله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالبصيرة مرتبطة ضروريا بفعل التبصر، وهو التمهل في تبين الأمور وكشفها وعلاجها بشكل سليم، وهو خلق حميد حث عليه المولى في كتابه العزيز بأن أمر عباده بإعمال العقل وتدبر الآيات، وهو خلق فضيل لا يدركه المؤمن بحاسة البصر، وإنما بالبصيرة مكمن قوة القلب المدرك الواعي. وقد ضرب الصحابي عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه مثلاً رائعاً في نفاذ بصيرته وقوة تبصره، فرغم أنه فقد بصره صغيراً استطاع تدبر آيات الله تعالى والإيمان بها إيماناً قاطعاً، وسعى إلى طلب العلم والجهاد في سبيل الله حتى استشهد في معركة القادسية ضد الفرس. وصدق قول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.